طمني بقى وقول لي فريقة الزمالك انت شفتها ازاي السنة اللي فاتت، وشايف الصفقات ايه بعد ما شفنا المؤتمر الصفقات الرائع وتسع صفقات من العيار الثقيل غير دونجا، نتمنى له يا رب الشفاء والسلامة، غير المجموعة من النجوم العمالقة، اي نعم سنهم صغير لكن ولدوا ابطال في البطولة الماضية، بداية من حسام عبد المجيد، شفنا محمد طارق، شفنا نيمار، شفنا يوسف أسامة نبيه، شفنا حسام أشرف، شفنا نجوم كانوا على موعد الحدث مع النجوم الكبار اللي كان لهم دور في الفوز ببطولتي الدوري والكأس زي عواد وعبد الله جمعة وعبد الشافي المسلوسي الونش، خايف أنسى حد، رؤى، إمام عاشور، سيف الجزيري، نجوم كبار جدا بذلوا مجهود في الموسم الماضي. إن يمشي عدد كبير في بداية الموسم أو في شهر واحد، طارق حامد ومصطفى محمد ومصطفى فتحي وبن شرقي، يعني كمية لعيبة، ساسي وأبو كمان جبل وساسي، وده يعني عدد لعيبة من كترهم بتنساهم، عدد كبير جدا جدا. وإن أنت تاخد دوري ومن أول ما مستر فيريرا بقى موجود تولى المسؤولية، أعتقد ده كان قرار سليم 100%، مع إن كل واحد فينا كان قلقان جدا جدا إن هو بالمجموعة اللي موجودة ممكن الدنيا تبقى صعبة، لأن الناس كتير بتمشي ولكن بتعتمد على أولاد النادي أو اللعيبة الصغيرة، وتمشي بالتفصيلة دي، إن أنت ربنا يوفقك ويكرمك بالطريقة دي، أعتقد دي حاجة أنت مبهرة. قلت حاجة مهمة جدا، لما يبقى عندك مدير فني جامد ورئيس نادي قلبه جامد، زي ما انت تقول مدير فني قلبه جامد ورئيس نادي قلبه جامد، بيديك كل الصلاحيات ومديك كل الثقه، بتخلق حاله من الثقه المتبادله ما بين الاثنين في وجود امير مرتضى منصور المشرف على كره القدم. من وقت ما الاستاذ مرتضى، وقت ما كان في ناس مش عايزه تجدد والناس بتماطل، فطلع اتكلم اللي هيجدد معانا موجود، مش مجدد مش موجود. فلازم تبقى في قرارات حازمه، او صح. واحد زائد واحد بيساوي اتنين. مستر فيريرا بيعمل نفس الكلام ده في الملعب، بيلعب اي لعيب، ما بيقلقش من اي ان انت تدي فرصه للناشئ ويشتغل معاك ويبقى على قدر المسؤوليه، بيسيبه في الملعب. واعتقد اللعيبه دي نجحت بشكل كبير، ان كان ده في الاداره او ان كان ده في الملعب، فده اللي ينجحك. اللعيبه كتير بتختلف عليها، او في وجهات نظر للعيب، ممكن تشوفه لعيب سوبر، يجي لعيب تاني يادي المكان اللي انت عايزه بنسبه اقل شويه، بس منجح لك المكان في داخل المنظومه، عارف واجباته ايه، اموره ايه، بيشتغل مع المدير الفني. المدير الفني بيبقى عايز حد يهاجم بشكل كويس ويدافع بنسب معينه،